انت بعد ايام هتبقى محامي، وهتبقى محامي ابتدائي، هتبقى لك صوت، هيبقى ليك مكانه في المجتمع، هتبقى محامي، هتبقى مسؤول، هتبقى مسؤول عن نفسك ومسؤول عن غيرك ومسؤول عن المجتمع ومسؤول عن كل حاجه. فعلشان كده احنا كل يوم بيعدي في المعهد احنا المفروض بنزيد اصرار وعلو ورقي وعلم وعلاء، كل ده احنا بنزيده. انت من يوم من اول يوم في المعهد ما انت ازاي النهارده؟ لا طبعا احنا الكلام ده احنا حاسينه وبنترجمه كل يوم. انا مش بستنى انتوا بتيجوا وتمشوا، لا، ولو انت كنت بتيجي وتمشي طيب المعهد ملوش قيمه، يبقى المعهد ملوش فعاليه. لا احنا بنقيم الكلام ده، خلي بالك احنا في تقييمنا برضو في المعهد في نهايه الدوره تقييم برضو كده، تغيير، تقييم في تغيير مباشر وفي تغيير غير مباشر وفي تغيير من التواجد في المعهد وفي خبير من انك انت قاعد في المعهد وعلاقتك بالمحاضر ايه، في خبير في انت النهارده طالع بمحاضره، امبارح طالع بمحاضره، الكلام ده كله حصيله الايام دي كلها بقت بالنسبه لك انت محاماه، بقى بالنسبه لك انت واقع، بقى بالنسبه لك انت علم، كل ده 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 اللي احنا ده اللي احنا عايزين، وده الغرض من المعهد، ده الغرض من المعهد. فعلشان كده لما هنبقى نيجي في نص الدوره هيبقى في امتحان، هيبقى في امتحان، وهيبقى في وخلي بالكم مش امتحان برضه عشان يبقى المسمى صح، احنا بنعرض عليك قضايا بصفتك محامي، بصفتك فاهم قانون، بصفتك وقائع معروضة عليك بينظمها قانون. يعني ده انت محامي صح، ما انتش محامي حافظ نص القانون بس، لا، النص القانون ده اخر حاجة، اخر حاجة انت هتبقى تستدعيه، هتستدعيه لما تكتمل الواقعة عندك، لما تكتمل أركان الجريمة عندك، كل ده لما يكتمل عندك والواقع مكتملة تماما هنبدأ نقول الوصف، القيد والوصف بتاع الواقعة دي ايه؟ انت من وجهة نظرك هتقول القيد والوصف بتاع الواقعة دي ايه؟ طبقا للي انت تعايشته مع الواقع، انت متواجد على مطرح الواقع، شاهدت أحداثها كلها، شهدت الفاعل الاصلي مرتكب الجريمه، شهدت الشهود اللي كانوا متواجدين على مطرح الوقت، شهدت حاله الضوء والرؤيه اثناء ارتكاب الجريمه، شهدت المسافه بين المتهم او المتهمين والمجني عليهم كانت قد ايه، عرفت ان الرؤيه كانت رؤيه واضحه ولا غير واضحه، تقدر تحدد السلاح المستخدم في الواقعه ولا لا، تقدر تحدد المسافة اللي تفصل بين المتهم والمجني عليه ولا لا؟ ما هي دي، هي دي المحاماة، هي دي اللي انت بتوصل لمرحلة انت بتقدر تقيم الواقعة نفسها وتقول الواقعة دي هتبقى ضربة أخضر إلى موت، الواقعة دي هتبقى حيازة سلاح، حيازة مجردة، هذا بقصد الاتجار، هذا بقصد الاتجار، احنا هنقول بقى ايه؟ مش حيازه اتجار، هنقول حيازه مجرده، مجرده من كل القصود، يبقى حيازه مجرده من كل القصود، لا هتبقى اتجار ولا هتبقى تعاطي، يبقى هتبقى ايه؟ حيازه مجرده، اللي فيها الحبس، الحبس فيها ايه؟ الحيازه المجرده 6 سنين او 15 سنه. الحيازه المجرده ما فيهاش 25 سنه وما فيهاش مؤبد وما فيهاش الكلام ده كله. فالايه؟ حيازه مجرده من كل القصور. حيازه مجرده من كل القصور. يعني لا فيها قصد تعاطي
ولا فيها قصد الاتجار ولا فيها قصد الزراعه ولا قصد ولا الجلب. كل ده هي مجرده يعني ايه من غير قصد خالص. فعلشان كده لما تيجي المحكمه بتعدل من القيد والوصف اللي هو اتجار الى حيازه مجرده من كل القصور، وتترفع على كده يا استاذ يقول لك تترفع على كده، لان دي ترفع على الحيازه المجرده، ما تترفعش على الحيازه اللي هي ايه؟ الاتجار. وطبعا دي حاجه ودي حاجه. طب احنا عايزين بقى اللي جه، احنا دلوقتي الاستاذ علي الشرقاوي جه، والاستاذ احمد رضا جه، الاستاذ طه سعيد جه، والاستاذ مين اللي جه تاني معانا؟ قول المأمون جبر. ماشي، ايه تاني؟ ايه تاني؟ كويس قوي، كويس قوي. احنا قعدنا مع دول وسمعناهم، قعدنا مع دول وسمعناهم وشرحوا وعشنا معاهم في الواقع، يبقى إذن وطبيعي إن المحاضرات دي والعرض ده عالق في ذهننا، مش كده ولا ايه؟ ها؟ ايوه، هو كان بيشرح لنا واحنا في المدرسة، ما كانش بيشرح واحنا في المدرسة، ده كان بيترافع في المحكمة، واللي بيترافع في المحكمة كل اللي موجودين في قاعة الجلسة بيشوفوه، وكل المحامين اللي موجودين مع الجمهور عايشين المرافعة بتاعته، وعارفين هو بيقول ايه، وعارفين هو انتهى لايه، وعارفين طلباته النهائيه ايه. كل ده موجود، ولو مش موجود يبقى نقف، ولاش موجود يبقى احنا جايين المعهد ليه؟ لا مش كده خالص. ها؟ الأستاذ علي الشرقاوي كان بيتكلم في إيه؟ احنا بالراحة كل واحد هيقول. ها؟ يلا أستاذ كان بيتكلم في إيه؟ أول حاجة في الدعوة كان هي إيه؟ ها؟ هو كلام جميل أيا كان المسمى. احنا عارفين بنبدأها بإيه؟ كل القضايا عارفينها بنبدأها منين؟ القتل بتبناه منين؟ المخدرات منين؟ السرقة منين؟ الرشوة منين؟ التزوير منين؟ كل ده احنا عارفينه طبعاً. وأنا محامي، وأنا هبدأ إزاي؟ لازم أبدأ صح في المكان اللي أنا عارف إن أنا لما أبدأ منه هيوصلني لفين؟ طبعاً. ما هو الكلام مش كلام بنقرأ في ورق. لا انت ليك فكر وانا ليا فكر والاستاذ ليه فكر، كل ده موجود. بتبدا قضيتك منين؟ انت بتبداها من هنا وانا ببداها من مكان تاني، والاستاذه بتبداها من مكان ليه؟ لانه الوجه خلي بالكم الدفاع ده مدارس الدفاع مدارس، حتى تشوفوا ده مدرسه كذا ولا مدرسه كذا، ده الدفاع. فعلشان كده الدفاع بيقول الدفاع ايه؟ لما بتيجي تبدا انت بتبدا من اول، وبتبدا في هيقول لك ايه؟ ده وليد الدعوه، ده التحريات دي هي الاجراء المبدئي في الدعوه، ده التحريات دي هي كل حاجة في الأول قبل ما تبدأ. من غير التحريات يبقى مفيش وقت. وأقول لك ده وليد الدعوة، ده فاجر الدعوة، كل واحد بيصنف من وجهة نظره زي ما هو عايز، وفي الآخر كله بينتقي
التكييف القانوني اللي هو هيتعرض واللي هو المحكمة هتقتنع بيه واللي انت هتعرضه صح واللي انت هتعرضه المحكمة هتتفق معاك، لأنك انت من وجهة نظرك من ضميرك من وجدانك من جواك ابتديت تتعامل مع الواقع من كل الجوانب. تتعامل مع الواقع من كل الجوانب، مش الكلام اللي انا بتكلمه ما يوصلش لحاجه. لا، ربنا خلق لنا الجوارح دي علشان ايه؟ علشان هي دي الحياه، هي دي الحياه. انما عشان تقف وتقول انا بتكلم لا، ما ينفعش. انت ما بتترفعش بلسانك، انت بتترفع بكل جوارح، بعينيك، بسمعك، بايديك، كل حاجه. كل حاجه ربنا اداها لك انت بتستعملها بالطبيعه اللي خلقها ربنا، مش جايبها لنا كده. لا، يعني لما هنيجي مثلا في الاخره مثلا، مش بنتحاسب كلنا في الاخره؟ صح ولا لا؟ وبنقول في حساب في القبر ولا لا؟ في ولا لا؟ في. يعني اذا اول ما بنخش بنتحاسب، وبتتحاسب مع مين؟ في ملكين، هنا وهنا، ده بيقول وده بيقول، وده كاتب وده كاتب، وانت بتقول انت كمان. هما بيقولوا اللي شافوه، وانت بتقول اللي عملته، واللي عملته مش هما اللي شافوه، لا، ده هما شافوا الحقيقة، كل صغيرة وكبيرة شافوها وكتبوها، كتبوها، كل واحد كتب اللي عنده. وبعد كده هو بقى بيتسأل، يعني لما بيتسأل اللي مين بقى اللي كان بيشهد عليه؟ مين اللي كان بيشهد علينا بقى ان شاء الله؟ الجوارح بتاعت اللي كانت بتشهد علينا، تخيلوا؟ الجوارح بتاعتنا اللي بتشهد علينا، اللي هي كانت بلازماك، ده ما تتحركش، انت واحد. فلما تيجي الجوارح تشهد عليك، طب ازاي الجوارح تشهد عليك؟ حتى يعني بيجي يسألوا، لا طب يعني انت الجوارح كمان بتشهد علي؟ قال لهم اه بتشهد عليك، احنا شفنا كذا وشفنا كذا وشفنا كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. ده الجوارح. فقالوا طب كيف علي تشهدون؟ قالوا انتقد الله الذي انتقى كل شيء. مش في الكلام ده اهو، شهدوا وقالوا. طب اذا لما اذا سلسله الحياه دي اللي احنا رايحين ليها وموجودين فيها، قال ده احنا على اتصال بربنا على طول، حتى وانت على تقوى مع ربنا، وانت على مغفره على ربنا، وانت على معصيه، ما هو ربنا شايفك كده، شايفك وكده، شايفك وكده، في الشهود عليك وكده، في الشهود عليك. يبقى اذا احنا بيننا وبين ربنا لزاماً لازم يبقى فيه صله العلاقة بيننا وبين ربنا، لأن ربنا خلقنا عشان في إيه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى الوحيد اللي ربنا كرمه البني آدم، وربنا خلق البني آدم ده وعلى أساس إيه؟ إن لازم ينعم بالحياة. الوحيد اللي بني آدم اللي بينعم بالحياة، اللي بيتمتع بالحياة، مش كده؟ ولا في إيه؟ مش كده؟ مش كلنا بنتمتع بالحياة اللي ربنا خلقنا من أجلها؟ طب إذا كنا إحنا، إذا كنا إحنا عرضنا عن ربنا وهو رزقنا الحياة والرزق والمتعة والصح، وإحنا بعيد عن ربنا، شوف هو إيه؟ بيدي وما بياخدش. ربنا سبحانه وتعالى بيدي وما بياخدش، لكن احنا
ما بندتيش. احنا ما بندتيش ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى هيجي يوم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. بل تفكرين ايه؟ تفكرين رايحين جايين وبتاع؟ لا، ده الواحد بيمشي دقيقه مش عارف هيروح فين. فلازم ان احنا قريبين من ربنا، نعبد ربنا، نتقي الله، لان نواصينا بيده. كلنا كده يعني امرنا كله بيملكه ربنا سبحانه وتعالى. بالعكس مش كده بس، ده بيديك كل حاجه، بيديك كل حاجه وبيحافظ عليك في كل حاجه. واذا مرضت فهو يشفي. شوفوا شوفوا هذا بتاعت ربنا. طب احنا عايزين ايه تاني؟ ها؟ احنا عايزين ايه تاني؟ لازم نبقى عارفين، عشان احنا كمحامين بالذات يعني الحته دي بالنسبه لنا احنا مهمه جدا. ليه؟ لان احنا كمحامين في كده خاصيه بيننا وبين ربنا، في خاصيه بيننا وبين ربنا، ودي احنا اللي منفردين بيها. احنا اللي منفردين بيها. طب ازاي؟ ايوه ازاي؟ ده ربنا يعني انتقلنا للمهنه للرساله دي، وفي نفس الوقت ادانا الجزئيه دي اللي محدش يحصل عليها الا احنا. ليه بقى؟ احنا دلوقتي ما احناش موظفين، مش كده؟ هو احنا بناخد مرتبات؟ ما بناخدش مرتبات، واحنا كتير وعايشين ولنا دخل، ولنا دخل، بس دخل مجهول وليس معلوم للكف، هو معلوم لربنا، لان ربنا هو اللي بيبعته لنا. الرزق ده والاتعاب دي ربنا بيبعتها لنا في الغيب، محدش بيعرفها ابدا ابدا. المرتب كل الدنيا، كل الدنيا عارفه ده بياخد ايه وده بياخد ايه وده بياخد ايه، احنا الوحيدين اللي محدش يعرف احنا بناخد ايه. وده من عظمة ربنا سبحانه وتعالى. وتيجي النهارده لما تيجي تلاقي الوضع بتاعنا كمحامين والوضع الآخر اللي هو ايه، مش ما انتميش للمحاماة، في فرق بينهم كبير قوي على فكرة. في فرق بيننا وبينهم كبير جدا، دي حقيقة احنا بنقولها وعايشينها. وانتوا دلوقتي احسن من لما احنا كنا صغيرين في سنكم كده، انتوا احسن منا. ها؟ لان كل حاجه كانت الحاله. انت النهارده بتاخد ايه؟ بتاخد ايه الصبح وانت خارج؟ بتاخد ايه وانت جاي من المحكمه؟ وبتاخد ايه وانت جاي من المكتب؟ وانت لسه رايح الاول خارج هتروح فين وهتجيب ايه؟ لا، الكلام ده ما كانش موجود على ايامنا، ما كانش موجود. بس احنا ايه بقى؟ امنا بها، امنا برساله المحاماه وعشناها ومتمسكين بيها وحافظنا عليها، وضميرنا كان صاحي وراعي قوي ليها. ليه؟ لان اهم حاجه بقى ان احنا اللي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي راقب عليه، ده محدش راقب عليه، لا كده ولا كده، لا، احنا ربنا سبحانه وتعالى هو الراقب علينا، واحنا مسؤولين قدامه، واحنا بنتحاسب كل صغيره وكبيره امام الحق سبحانه وتعالى. ليه؟ انت اكتر واحد يتحاسب، وانت اكتر واحده تتحاسب. ليه؟ لانك انت مسؤول مسؤولية كاملة
عن قطاع عريض جدا من المسلمين والمسيحيين وكل، انت بتبقى موكل عن كل الناس. هل تعرف ان احنا كده كلنا كمحامين موكلين عن مصر كلها؟ ايوه، احسبوها بس كده، احسبوها صح. احنا عندنا في مصر كلها، في كل الادارات والوزارات والمحافظات كله، احنا مسؤولين مسؤوليه كامله عن جميع هذه الادارات المتنوعه اللي موجوده في مصر كلها. انتوا كده ولا المعلومه مش واصله؟ ده واصله قوي، واصله قوي، كله كده، كله كده. الجزء الاخر اللي هو احنا بندافع عن المواطنين اللي هم بيعملوا لك توكيل او بيحضروا معاك. انت مش في واحد بيعمل لك توكيل ايه هو والاسره بتاعته كلها فيها 10 12 واحد، وفي عقارات وفيها 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 وفيها، وبيديك توكيل. التوكيل ده حياه الناس، الراجل ده في ايديك حياته، مش كده يا استاذ؟ حياته في ايديك، حياته وحياه اسرته في ايديك. وخلي بالك، وبيحصل ان حد بيعبس بالامانه دي، حد بيعبس بالامانه دي، وبيعبس بالامانه دي وامانه كبيره قوي، وكان الناس واثقين فيه قوي. ساعه ما وكلوه وادوله صك رسمي انه يتعامل مع كل هذه التركه كما يشاء له وللغير. في بقى بيحافظ، وفي ما صدق لقى البتاع كده باظت الدنيا، باظت متاهات وشغلانه بقى كبير. وفي ناس بتعدي ايه وحرام، بتعدي وحرام. بس ده ما بيقعدش كتير، يعني المظلوم ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل الظلم خالص، وجعله بين العباد محرما، ظلم حرام. فعشان كده اللي بيوصل للحق بياخده، واللي بيوصل للظلم بينقلب عليه. فعلشان كده احنا عايزين نبقى من اللي ربنا هدانا. فاحنا هنبدا من النهارده، هنبدا كلنا مع بعض. ليه بقى؟ ما احنا خلي بالكم، ما احنا كل فتره كده بيبقى لنا تعديل، وكل فتره كده بيبقى لنا فيها روح معينه بنبدا بيها، وكل فتره بيبقى لنا دور ازاي نتعامل مع اللي موجود. احنا النهارده وصلنا لمرحله معينه، قاعدين بنسمع. في حد بيسمع وبيعي كويس قوي، وفي حد نص ونص، وفي مفيش خالص. في مفيش خالص. فاللي مفيش خالص ده هنجيبه معانا، وجي منه خير وبركه على دماغه، ما جاش منه من الباب وهنفتح ومش هنفتح، هنقفل تاني. ماشي؟ ليه بقى؟ ليه؟ لأن في التوقيت ده اللي هنغربل، هينزل الصنف الهون اللي هو فيه كل حاجة، اللي هو فيه كل المواصفات اللي احنا عايزينها. وأعتقد إن الكل هيبقى كده، يعني أنا أعتقد، يعني يمكن ربنا برضو يعني يتقبل مني. وبأكد لكم برضو، خليكم بقى إيه، لازم الكلمتين اللي أنا هقولهم دول لازم نبقى إحنا، مش هقول مفتح وداني ومعمل، لا، عايزين نقول اللي جاي ده سهل جدا، واللي راح ده سهل جدا،
والمحاماه دي سهل جدا وموضوعها موضوع جميل جدا ومحترم ومحترم جدا وشيق جدا. والله العظيم المحاماه اللي يفهم المحاماه دي يعشق المحاماه، اقسم بعز الجلال الله احلى حاجه في الوجود هي المحاماه. والله العظيم احلى حاجه في الوجود كله هي المحاماه. بتحسسك وتعيشك انك انت شخصيه تانيه خالص، مميزه عن اي حد، مميزه عن اي حد، وبتحطك في مكان يعني ايه نادر قوي اللي يبقى فيه. فعلشان كده بقول المحاماه دي عشق المحترم والعالم والمفكر والاديب واللي هو بينفرد بكل حاجه صح. فاللي انا بقوله ده هنعمله. وخلي بالك المحاماه دي بتنقسم اتنين سهل قوي، عندنا دليل اجرائي وعندنا دليل موضوعي، والاتنين يعني معروفين كويس، ما حدش بيخش على التاني، بس هما ملتزمين مع بعض، بيحترموا بعض، شوف بيحترموا بعض، فعلشان كده بينجحوا، وعشان كده ربنا رايد دوم الستر إلى أن تقوم الساعة. أي حاجة تانية غير المحاماة لا ما تقدرش، هي طبيعتها كده، هي طبيعتها كده. وانت علشان انت فاهم كده وعشان انت بقى بتشتغل بوجدانك وضميرك وعقلك وقلبك والتعامل ده كله روحانيات من عند ربنا، روحانيات من عند ربنا اللي هي الجوارح بتاعتنا دي. فعلشان كده طب احنا والقضاء ايه؟ القاضي خلي بالك القاضي بيقضي بوجدانه، بوجدانه باحساسه بضميره بمشاعره، كل الجوارح دي القاضي بيقضي بيها. لا احنا نقول ايه؟ انا اقول لك سيد الرئيس ماشي، قال كذا كذا وان وجدانكم النبيل الطاهر لا يسمح بكذا كذا كذا. احنا لما نيجي نترفع بحاجه هقولها لكم، انا هترفع فيها انت بتغير معالم المحكمه، بتغير الفكر بتاع القاضي، مش كده وبس بقى، ده انت بتغير وجدان وضمير واحساس ومشاعر المحكمه. امال لو انتوا فاكرين المحكمه بتحكم ايه؟ الا تم 95% من القضايا كلهم ادانات، وكلهم ايوه كلهم وفوق كلهم ومجرمين ومجنى عليه كل ده. هل المحكمة حكمت بده كله؟ كان الكون خلص. مين اللي قال كده؟ المحكمة بتقضي بأحاسيسها، بمشاعرها، بوجدانها، بضميرها. المحكمة بتتغير، بشر وإحنا بشر وإحنا بنتعامل مع كده، إحنا بنتعامل كده. فلما تيجي أنت على حط ده بقى أساس قدامك، حط ده اللي احنا هنمشي عليه، وخاصة إن العواطف والحاجات دي بتاعت المحاميات يعني ينجحوا فيها كويس قوي، ينجحوا فيها كويس جدا. لو عايزين يشتغلوا لو عايزين تنجحوا في المحاميات في المحاماة كده احنا نجحنا الحمد لله كويس قوي، وما زلنا اكتر من الاول. فده اللي احنا وصلنا له، وده
اللي احنا هنشتغل بيه وده اللي احنا هنتعامل بيه. مش هتعب اللسان؟ لا يعني ايه لما نكلم بعض؟ هنكلم بعض هنوصل لمرحله احنا عايزينها. وبعدين في ايه؟ هو انت اللي انا بقوله ده، طب ما هو ده الصح، مش هو ده الصح؟ يعني لما المحكمه يعني واحنا بنترافع كده، بنترافع بقى والعمليه واخدانا وعايشين صح، يعني احنا بنعرض على المحكمه واللي احنا بنعرضه ده بنعيش المحكمه انه صحيح، بنعيش المحكمه انه هو صحيح وان ده واقع. ولذلك لما نقول للمحكمه، المحكمه ضميرها يبدا يتغير، ضميرها يبدا يوصل للحقيقه، ضميرها يقدر يقعد مع نفسه. محكمه بتقعد مع نفسها؟ ما المحكمه بتخش المداوله ليه؟ مش في كده؟ بعد ما نترافع المحكمه بتقول رفعت الجلسه، الحكم بعد المداوله، يخش يقعدوا ساعه جوه او اكتر، بيعملوا ايه؟ وهم قاريين كل حاجه. بس النهارده بقى هيحكموا بما يرضي الله، وبيحكموا في المداوله. المداوله دي في مدد بينزل عليهم من ربنا سبحانه وتعالى. ده في الآن إن عرضنا الامانه على السماوات والارض فابين ان يحملنها فحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم. ايه هو انتوا فين؟ انتوا فين؟ انت عارف القاضي ده ايه؟ ده ملاك، ده ربنا سبحانه وتعالى اختصه بما لا يختص به غيره باسمه. قال هو المحكمه لما بتيجي تحكم بالاعدام وبتقول قراءة المحكمة حياة أوراق المتهمين لفضيلة المفتي وحددت يوم كذا 27/2 أو 27/8 للنطق بالحكم، ويجي المفتي يوافق، وتيجي يوم الجلسة المحكمة الحكم النهاردة، المحكمة حكمت النهاردة، حكمت المحكمة حضوريا بإعدام المتهم شنقة. حكمت. مين اللي بيموت؟ مين اللي بيحكم؟ مين اللي بينزع الروح؟ ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بس. لكن ربنا سبحانه وتعالى اداها لدول. ربنا ادى الآية دي لدول. للناس للقضاة. ليه؟ لأن هما بقوا من دلوقتي بيحكموا بما يرضي الله، وبيحكموا مش بما يرضي الله بس، باللي ربنا بيقوله. ربنا اللي بيذهب الروح، هم اللي بيزهقوا الروح. يبقى دي بقى، يبقى ده ايه؟ ده ايه؟ ده احنا في غيبوبه، والله احنا في غيبوبه. احنا عايشين ازاي؟ انت عايش لفتره بس ما انتش عارف امتى. ودي حكمة ربنا سبحانه وتعالى. الموت حدش يعرفه خالص. الأكل، الرزق، ماشيين مع بعض كده، الرزق والأجل الموت ماشيين مع بعض، ما بيلتقوش إلا في الآخر خالص مع بعض. يبقى لما احنا عارفين دي وعارفينها كويس قوي وعايشين فيها كويس قوي وربنا مأكد علينا فيها كويس قوي، بيرزقنا وبيدينا الأجل، واحنا ما احناش عارفين امتى الأجل وامتى الرزق اللي هيقع، مش عارفين. احنا مش في الدنيا، فعلشان كده لازم نرجع للي ربنا سبحانه وتعالى امرنا بيه. لازم. طب
طب النهارده احنا كده اللي احنا اتفقنا النهارده. احنا اتفقنا، بس اتفقنا على ايه؟ على ايه؟ طيب اتفقنا على ايه؟ اتفقنا على ما اتفقنا عليه، لاننا ملتزمين بيه، وهو بالنسبه لنا حياتنا، وهو بالنسبه لنا مستقبلنا، وهو بالنسبه لنا اللي احنا هنبدا بيه، واللي احنا من الاول خالص من زمان قلنا هنخش كليه الحقوق عشان نبقى واحنا فعلا كده. بس يعني انا مش عارف اللي عايز، هو في حد مش عايز يبقى اكتر من اي واحد في الدنيا كلها؟ انت نفسك. احنا بقى كده عايزين، احنا كلنا نبقى كده، عايزين احنا كلنا نبقى كده. وهقول لكم حاجه، اللي مش هيعدي معانا في الدوره يبقى مش موجود، ومش هيلاقي مكان يرجع له تاني. خلي بالك، مش هيلاقي مكان يرجع له تاني. ولازم تبقوا عارفين ان الدقيقه اللي بتعدي ما بترجعش خالص. ليه؟ لان هي الحياه كده، وربنا خلقنا كده، وخلقنا في الحياه كده. فاحنا بنقول اللي مش هيعدي في الدوره دي احنا عملنا اللي علينا قدام ربنا، وحريصين قوي ومبسوطين قوي لان احنا ادينا كل حاجه. واللي بقى هو ما اعتقدش ان احنا هنبقى احسن من اي حد. في حاجه كمان احنا لازم نبقى عارفينها، ومن ضمن الايمان التسهيلات اللي انا قلتها، والتسهيلات دي بالنسبه لكم قبل اخر الدوره هتبقوا محامين. انا بقول اهو، ومسؤول قدام ربنا مش قدام حد، مسؤول قدام ربنا، بس انا بقول اهو، وهتبقوا فعلا محامين. نفتخر بيكم وهتفتخروا بنفسكم، بس بشرط ان احنا نبقى لازم ايه ده بنقوله، واحنا حريصين عليه قوي قوي قوي. وكلنا هنبقى، خلي بالك، اصل احنا كلنا هنبقى واحد. ليه؟ ما هو ما الواقع كده، واقع ايه؟ في دفوع شكليه وفي دفوع موضوعيه. ده معروف قد ايه؟ وده معروف قد ايه؟ مسألة سهلة جدا وشيقة جدا، وخلي بالك الواحد بيعشقها جدا وبتقعد. خلي بالك والله العظيم ان الواحد بيبقى ماشي في مشوار وقاعد في العربية ودماغي عمالة بتفهم ايه؟ بتجيب اخبار من هنا واخبار من هنا وحاجات من هنا وحاجات من هنا، وبعد كده بتجمع دول كلهم، بتجمعهم كلهم وتحطهم في اطار واحد. والاطار اللي انا بفكر فيه ده ممكن يكون دفع شكلي اجرائي، ده نجيبه من هنا طالما هو بالكيفيه دي. طب نحطه بقى في مكانه اللي احنا هنقدر نكيف به الواقعة ونحددها ايه بالظبط. شوف انت عملت ايه؟ عملت واقعة مكتفية الاركان، الركن المادي والركن المعنوي، وجمعتهم وبقيت هي دي الواقعة بتاعتك اللي انت حطيت اركانها وادلتها وكل ده، وهتبدأ تعرضها وهتبدأ تقدم ادلتك ايا كانت، وبعد كده توصل للي انت عايزه، ويبقى انت شوف بقى الفرحه والسعاده اللي عندك قد ايه. هلا هم العلماء دول يا جدعان؟ هم ايه؟ ما هو ما احنا كلنا كده علماء، كلنا علماء، ما حد هو العالم احسن منك في ايه؟ لا، احنا احسن منه، احنا احسن منه في الواقع العملي.
ما بنروح تاني، احنا بنقف الواقع العملي بيتناول الكتاب ويتناول الواقع اللي فيه الكتاب. يبقى ده يبقى احسن من العالم ولا لا؟ ايه؟ وانت ما تكونش ليه كده؟ وانت ما تكونيش ليه كده؟ ليه يعني؟ لا هي حته ثانيه بس. ماشي 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 ايوه بالتليفون ماشي. يعني كده انت كده كويس؟ لا والله برافو عليك. يعني حاجه برضو سمعها ولغايه دلوقتي هو عايشها، دي اهم حاجه بقى، ان هو بيتكلم معاش ورقه بيقراها، ما كانش كاتبها، ده سمعها وعاشت في وجدانه خلاص. فبقى النهارده اي حدث هيحصل النهارده معاه واحنا موجودين هنا النهارده، لا هيبقى انا هو انت متخيل ده انا بقوله ده ايه؟ طب ما هو النوعيه دي، طب ما احنا لما هنقعد هنترافع والكلام ده كله، طب ما احنا هيبقى كده، وانت حضرتك هتبقى كده، وانت حضرتك هتبقى كده. فاذا الكلام الواقعة بتاعت المخدرات أو القتل أو الكلام ده كله، كل واحد بيبقى يليه القضية معروضة عليه وموكل فيها وبيقراها وأنا بقراها وحضرتك بتقراها، بس عشان كلنا نقراها لازم يبقى لنا ضوابط لما نيجي نقرا القضية دي. لازم يبقى لنا ضوابط لما نيجي نقرا القضية دي ونعيش بقى ايه؟ أركان القضية دي. أنت عندك في القضية دي أيا كانت القضية، القضية دي فيها بتبدأ بالتحريات. بتبدأ بالتحريات. مين اللي بيعمل التحريات دي؟ مأمور الضبط القضائي اللي هو رئيس المباحث أو معاون المباحث أو الإدارة العامة أو أيا كان بقى. فإذا هنا مأمور الضبط لما بيعمل محضر التحريات، محضر التحريات ده هو زي ما انا بقوله وليد الدعوة وأساس الدعوة وفجر الدعوة، هو ده. إذا مأمور الضبط القضائي كان راجل عنده علم وبالنسبة للعملية دي بتاعت التحريات والكلام ده كله هو عايشها ومخاطره فيها قوي وقال القانون كويس قوي، يقدر يعمل تحريات مثلا. ليه؟ لان التحريات دي لها اركان كتير جدا. التحريات دي لازم يبقى مامور الضبط القضائي له دور اساسي بالنسبه للتحريات وبالنسبه للشخص المتحرى عنه وبالنسبه للنشاط الاجرامي المتحرى عنه وبالنسبه لعلاقته بالنشاط الاجرامي وبالمتهم. موضوع مش كلمتين ولا كده، دل التحريات السريه على ان فلان وفلان بيحوزوا ويحرزوا مواد مخدره ويزاولون نشاطهم في المكان الفلاني الفلاني، وعليه يعرض على السيد وكيل النيابه للاذن لنا بالضبط وتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن الكائن بناحيه كذا ورقم كذا وان هناك جريمه حل واقعه تحت الضبط. دي تحريات؟ دي مش تحريات، دي تحريات يصدر عليها اذن النيابه العامه اللي بتهتز له 7 سنوات عشان يقول يصدر الجريمة دي جريمة حل وواقعة يتعين ضبطها. هي الأساس إيه؟ إنه يدركها مأمور الضبط القضائي بكل بعد جوارحه، وجريمة حل وواقعة يتعين ضبطها خلاص. إنما لما يجي يقول النهاردة ومش كده وبس بقى، خلي بالكم في التحريات عشان يبقى كلامنا واضح، لازم مراقبة شخصية من جانب محرر المحضر، مراقبة شخصية من جانب محرر المحضر للمتحرى. ماشي؟ نمرة 2،
ان تكون هناك مده مراقبه شخصيه تتخللها عناصر المراقبه الشخصيه. مده ان تكون هناك مده لايه؟ المراقبه. علشان ايه؟ عشان يتمكن مأمور الضبط القضائي من مراقبه الشخص المتحرى عنه اثناء فتره التحريات، وكان ليه مراقبه، راقب المتهم كم مره، وكان كم مره في اليوم كم مره. يبقى اذا النهارده مده مراقبه، اذا النهارده عدد مرات المراقبه، اذا النهارده علاقه المتحرى عنه بمأمور الضبط القضائي بالنسبه للمراقبه. وهيقول له بقى النهارده، وعلشان كده المراقبه عنصر اساسي وجوهري في التحريات. عنصر اساسي وجوهري في التحريات. يبقى اذا النهارده عشان لما نيجي بعد كده هو ابتدى عن يبقى مراقبه موجوده، مده المراقبه قد كده، شاف المتهم اثناء المراقبه. يبقى ولذلك لما يجي رئيس النيابه او وكيل النيابه بيسال الضابط يقول له انت رقبت المتهم؟ يقول له اه رقبته. رقبته كم مره؟ يقول له 3 مرات. طب كم عدد مرات المراقبه؟ قال له رقبته 4 3 مرات. قال له هل شاهدت المتحرى عنه اثناء المراقبه الشخصيه؟ لازم يقول اه لازم. طب ولو كان هو بقى ما لقيتش خالص، واللي معمول كله ده كلام مرسل، لا هو راقب ولا في عدد مرات مراقبه ولا الحاله اللي كان عليها المتحرى عنه وعلاقتها بالنشاط الاجرامي، كل ده كان كلام. ولما يكون ده كلامه وهو بتسأل لازم يغلط، لازم يغلط، لازم. لكن لو الضابط ده فاهم كويس قوي وفاهم القانون كويس قوي وهيعمل شغل كويس، ودول معانا يعني بيعملوا شغل، يعني في قضايا في الاداره العامه للمخدرات فيها ضباط كده، لو عمل القضيه دي كده ما يعني هيبقى فيها حكم يعني. فاهم كويس قوي. وفي العكس، وفي العكس. فعلشان كده لما نيجي بنقول احنا التحريات لازم تكون تحريات على ارض الواقع، مش تحريات مبتدئيه، مش تحريات يقول لك ده انا التحريات السريعه على ان فلان الفلاني بيعوز ويحدث كذا 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 لا ده سيبك من الشير، سيبك من المشتري. هو المحضر اللي بيتعمل محضر مكتبي يقول لك ان ده التحريات السريه على ان المتحرى عنه الفلاني الفلاني يحوز ويحرز مواد مخدره ويواجه نشاطه بين الساعه كذا للساعه كذا، وان معاه مواد مخدره، وساعات ما بيجيبش تلت مواد مخدره خالص. يقول لك يزاول نشاطه في الاتجار في المواد المخدره. المواد المخدره دي ده يجي 100 صنف، يجي 100 صنف. علشان كده خلي بالكم لازم انت دقيق جدا في عمليه التحريات دي، ولازم تبقى عارف ان مراقبه مأمور الضبط القضائي الفعليه بتبقى صحيحه. ليه؟ لان بينقلها واقع حي للنيابه وما بيغلطش، وبينقل صوره حيه للمراقبه والحيازه او الاحراز. يبقى هنا لما يجي يعرض هو ده على النيابه وده موجود، وده خلي بالك ده ساعات احد الساده الزبار بيسبب القرار النيابي، بيسبب القرار بتاع الضابط عشان يعرض على النيابه. فعلشان كده احنا بنقول ايه؟ 90% من القضايا بتاخد براءه. مفيش 90% من القضايا بتاخد براءه. فده عايز ايه بقى؟ عايز احنا ان شاء الله
لما هنبدأ البداية دي هنبدأها بداية. وخلي بالك احنا ساعة الوقت ما هيجي هنقفل الباب. ليه؟ قولوا ليه؟ لأن مفيش وقت هيضيع. الناس دي كلها زمايلكوا شوفوا جايين ازاي وانا اشوفه جاي ازاي. علشان ايه؟ عشان كلنا كده عايزين نتفق مع بعض، عايزين نبقى محامين، عايزين ننجح، عايزين ننجح في حياتنا. الفترة النجاح قدامكم بسيطة، فلازم تبقوا حريصين عليها كويس جدا. فده عشان بس ايه؟ يبقى احنا بدأنا صح، وبدل ما تبقى ساعة تبقى اتنين. ايه اللي يجرى؟ مش هيجرى حاجة. احنا لما نيجي نبدأ بقى نشتغل، لما نيجي نبدأ نشتغل هنشتغل في ايه مثلا؟ تحقيق في ايا كانت القضية، يعني تحقيق قضية قتل، قضية ايا كان، ما هي كلها تحقيق. فلما نبدأ انت كمحامي بقى عايزين نعرف الإجراءات كويس أوي أوي، عشان انت كمان لما تبقى في القسم او في النيابة تبقى انت دماغك على السماء كلها. ليه؟ لانك فاهم قانون، فاهم انك انت تقعد، وفاهم انت تخرج، وفاهم انت ازاي وكيني يقول لك اتفضل يا استاذ، وفاهم انك لما تخبط على الباب ما يقولكش لا، تفتح الباب وتخش. القانون قانون كده. لو المتهم بتاعك مش عايز يتكلم ما يتكلمش، وحر اثبت في التحقيق ما كانش حاجه، مش فيها مشكله. انت لازم بدايتك هنا لازم تبدا كبير وتبدا كبير. وكيل النيابه اللي قاعد ده مثلا بقى له 30 سنه او 35 سنه او الكلام ده كله، احنا لسه بس احنا قدامه ده في الوقت ده في القانون. انا محامي، وانا محامي بنفذ القانون وفهمه كويس قوي قوي. ده سيناريو بيبدا من اول ما يجي بلاغ للاسم المختص يقول ان فيه واقعه قتل كذا 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 في المكان الفلاني، والجثه في المكان الفلاني، والمتهم هرب، والسلاح اللي كان معاه موجود اهوت، وفي ذخيره، وفي وحاجات كده. ينتقل فورا المسؤولين في القسم اذا كان واقع كده، المامور بيتنقل برضه، والظباط كلها بتروح ويبداوا يعاينوا ويشوفوا الجثه والكلام ده كله، ويخطروا النيابه. يخطروا النيابه في جثه موجوده كذا كذا كذا. النيابه على طول بتنتقل فورا، يقول المامور يدبر لنا سياره عشان ينتقل لمكان الحادث. ده القانون فيه كده، القانون فيه كده. لما يجي المامور وكيل النيابه عايز ينتقل وقررنا كذا كذا كذا، المامور مركز كذا تدبير سياره للساعه كذا لنا للقيام لعمل معين على الجثه. قانون مش منظار، كل حاجه بقانون. ينتقل المامور مع وكيل النيابه ويعين الجثه ويعين في الوقت اللي قبل ده. الشرطة راحت عملت ايه؟ نظرة الجثة. نظرة الجثة، نظرة الجثة، والنيابة نيابة دي الشرطة بتنظر الجثة، والنيابة بتعمل معاينة على الجثة وتعمل محضر في كل حاجة، في الإصابات كلها ظاهرة وغير ظاهرة كل ده. وبعد كده هنا الشرطة خلاص نظرت، النيابة عملت معاينة، النيابة عملت مذكرة للطب الشرعي، للطب الشرعي علشان أيا كان بقى طب الشرعي القاهرة، طب الشرعي المكان اللي موجود، يبقى مذكرة. النيابة تبعت مذكرة وصف شامل للمعاينة بتاعت النيابة العامة، وقال لها الاصابات في كذا 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 كذا، اصابات ظاهريه واصابات داخليه واصابات قطعيه وطلقات
استقرت جوه الجسم والكلام ده كله بيديله كل ما هو موجود في الجسم. ويقوم بعد ده للطب الشرعي. الطب الشرعي بيبعت اذا كان فاضي هيجي في نفس اليوم، مش فاضي هيجي تاني يوم. الطب الشرعي بيجي يعاين الجثه ومعاينه كامله وبيدي كل التفاصيل اللي موجوده، لانه بياخد بقى بياخد الجثه في المستشفى اللي هي فيها او ياخدها المستشفى اللي بتاعت الطب الشرعي ويشرح ويعمل وطلب كل حاجه بقى بيقول ايه دي ايه ودي ايه ودي ايه ودي ايه ودي ايه ودي ايه وفي الاخر سبب الوفاه ايه؟ سبب الوفاه ايه؟ هنا الموضوع ده موضوع مهم جدا جدا. الطب الشرعي ده خلي بالك الراجل ده بينه وبين ربنا ما فيش حد رقيب عليك خالص خالص. يعني ده يعني فعلا. بس هو في ايه؟ لو ده افترض ان الطبيب الشرعي عمل تقرير والتقرير راح للنيابه والنيابه صرحت بدفن الجثه ماشي، بعد كده جه حد من اقارب المتوفي وقام طلع على النيابه ومقدم بلاغ وقال لهم انا عايز اطلع الجثه بتاعت فلان الفلاني ده اخويا لانه هو مات شبه الجنية. دي كارثة. يطلعوا الجثة ويجي الطبيب الشرعي طب الجثة دلوقتي في التوقيت ده ايه اللي باقي متبقي منها؟ ايه اللي متبقي منها؟ بس لازم يجيبوا برضه ويطلع آثار. وساعتها أنا فاكر أنا كنت الوفاة طبيعية جدا ما فيش فيها شبه جنية ولا حاجة خالص. فعلشان كده أنا بقول لك أنت كمحامي أخطر من وكيل نيابة ومن ضابط الشرطة ومن ضابط المباحث والكلام ده كله. فحقك مهم جدا وأنت في النيابة، حقك مهم جدا وأنت في المحكمة، حقك مهم جدا وأنت في الشرطة. ده اوعى حد يقول لك ما حدش عندك حاجه. وخلي بالك لما انت بتتكلم مع اي مسؤول وبتتكلم بادب واخلاق واحترام وقوه الكل بيحترمك. اوعى تفكر ان حد يقول لك غير كده خالص، ما فيش كده، بيحترموا كل واحد محترم لانه فاهم اللي بيتكلم معاه ده بيتكلم قانون. بيقولوا انا جاي ازاي والتوقيت ده بقى انا موجود ازاي وحق المتهم ازاي وانا بالنسبه للمتهم ايه. فدي احنا عايزين نخلي المحاماه برضو لترجع قوتها زي زمان. وانتوا اهو واحنا بنقول لكم اهو واحنا جنبكم. اللي احنا بنقوله ده كل حاجه فيه، واللي احنا اللي جاي ده انا هنعرض اللي انتوا هتقولوه واللي انتوا هتقولوه هيبقى انتوا اللي عايشينه وهتقولوه. خلي بالكم مفيش غير كده اصلا. فان شاء الله باذن الله انا مجهز وكل حاجه موجوده وقد اعذر من انذر. كلام اخير ماشي؟ لا انتوا واخدين الامور. انا فرحان بيكم اقسم بالله. اه والله جد يعني دي حاجه لما في استعداد كويسه. وخلي بالك انا بقول تاني المحاماه يعني مش شوف انا بشكر فيها قد ايه؟ شوف انا بقول فيها قد ايه؟ انا بقول شعر في المحاماه. فعشان كده لازم تبقوا كده وانتوا كده انتوا كمان.